برا خشبه جاي معك ولا يمين؟ لا الجسم يسبق الخشب. فانت بالوقت المفروض تكون قادر على الخبه مو مسار حتى والوقت مستقيمه لحد ما وحتى تروح يمين العكس ابغى الخشبه يجي قبل انا ماشي قدام وانا خف عندي يسار وكذا يلف ولا ابغى مع الوقت يلف كذا قلت قدام او حتى يمين نزل الدوره الخارجيه لكن لما تروح يمين هو من النوع اللي يروح كذا فانت خلاص مجهول. هذاك موضوع التضييق والتوزيع اللي ذكرناه سابقا اذا اعطاني دوره وسيعه المفروض اكون قادر على تضييقها اذا اعطاني دوره ضيقه قد افتح حصان ثاني يسار متى شفت حصان مثالي مثاليه حقيقيه ونفس الوقت عنده مساحه الحصان يمشيك يدور بك يمين خليه يدور بك شوكيه يعني اليسار هنا تتوقع انه ما ياثر على الواسع او الهدف والخواب غيره مو بس ياثر انك خربت الحصان في وضعك انت قدرتك شخص على انك تهمل الشيء هذا طالما اني انا من النوع اللي اخليه يسوي الشيء ذا ويمشي فوق. إذا ما فوت شيء أولاً ضبط المشكلة في حدوثها ولما حلها هناك ما يفهم هم من تدمع صلى لما حاول بعشوية أتحكم فيه في الواسع قال لما يطول الطلعة أنا أرى وياه شيء محط على سنة معك أجل لما طول الطلعة أنا ناي من المواكب ثم فجأة أبغى أتحكم تحكم كان طبيعي سنة سنة طالعة أنت ناي يمشي مضبوط مقدم غيرك مقدم بنفسك سرعة دورة يمين على السرعة دورة يمين اليسار لما لف يسار لف خشمه يسار ولا بس لما لف يمين ما لف خشمه يمين ولا عامل ذكرنا بس وينها في مزرعة بالعد ولا احسن تدريب لك من الحصان لانه اساسه خاطئ مستعد جدا